مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الاكثر، وزر الاشتراك لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز. انتظر دايلر يون يوم اول اكتوبر بحماس، حيث هو اليوم اللي نزل فيه فيديو كليب اغنية دايلر الجديدة رسالة اللي كان يحضرها من قبل اكتر من شهرين. فحقق الفيديو كليب 400,000 مشاهدة خلال 5 ساعات من تنزيله، حيث شفنا كتير من الاشياء الجديدة بالفيديو كليب، حيث كان شيء مختلف عن باقي فيديو كليبات دايلر من ناحية التصوير اللي كان كتير احترافي، ومكان التصوير والاضاءة. وحتى شفنا انه دايلر اضاف شيء جديد، وهي البنت اللي كانت تعمل حركات بالنار، حيث اضافت شيء جديد وحلو للفيديو كليب. وللناس اللي حابة تتعرف عليها فاسمها ذكرى، وملقبة بفاير كوين لانها بتعمل كتير عروض بالنار على المسارح في الحفلات وفي الفيديو كليبات مثل فيديو كليب دايلر. وعندها انستغرام بيتابعها فيه اكتر من 30,000 متابع، ودايلر عامل لها فولو. فهون نكون وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر، وزر الاشتراك لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز. شوفكم في حلقة تانية وفيديو جديد. باي باي.